وقول الرسول من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. ما معنى هذا الحديث؟ هل التحريم للصلاة عادة أم الصلاة العيد خاص بصلاة العيد؟ هذا من أدلة الوجوب على من كان ذا سعة، أي لا تجب عند القائلين بالوجوب وهم الحنفي ومن وافقهم، قالوا أنها لا تجب إلا على المستضيف، هي حكمها مثل حكم الحج أنه يجب على المستضيف، وهذه لا تجب إلا على من كان مستضيف.